السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم من قناة اي اس تي في راح نديروا معكم جواز تاع الجلبانة. كاين يقولوا له طاجين الجلبانة، كاين يقولوا له جواز، كاين يقولوا له المرقة تاع الجلبانة. باش نديروا هذه الكيفية، خدي لا كوكوط تاعك ولا بشاحة طيبي، حطي هنايا بصلة، بداية قبل بالزيت، حطي شوية تاع الزيت وزيدي بصلة كوني قطعتيها، ماشي قطعة مرحية، وقليها. كي نفوت تقلى لك البصلة حطي لهنايا تانيك طوماطيش ومعها شويه تاع الثوم. الثوم هنايا حطي كونتيتي مليحه وشويه تاع الهريسه. الجلبانه تحب مليح الثوم، حطي هكذاك واحد ربع فصوص كبار كيما تحبي، حتى الخمسه هي تحب مليح الثوم. حطيها وكملي قلي الهريسه هنا كيما تحبي، تحبي الحلوه تحبي الحاره. انا درت اللي درتها معاكم في القناه بالفلفل الاحمر هذاك الحلو. نكملو نقلو، نزيدو دوك هذوك السيقان تاع المعدنوس والحشيشه. انا نحب نطيب بهم هكذا المروقيت اللي يكونوا حموره، تعطيهم بنه هايله. وزيدي الزروديه تاعك تكون مقطعه هكذا رقيقه مع شويه تاع الزعتره. زيدي تانيك لا كونتيتي تاع الجلبانه اللي راكي حابه تحطي. هنا الخضر حسب افراد العائله تاعك، ما كيش متقيده، ديري بالكميه اللي نديرو حنايا. وكملي دائما مع التقليه. دوك هنا زيدي لها لي زيبيس. نبداو بالملح حسب لا كونتيتي اللي راح نديرو. زيدي الفلفل الكحل، زيدي شويه تاع القزبر، مغرف صغيره مليحه، شويه تاع الزنجبيل، شويه تاع الفلفل الاحمر يقولوا له العكري، وكاين يقولوا له بابريكا، وليت تحب تزيد طوماطيش الصبره لهنايا تزيد. زيدي شويه تاع راس الحانوت ما تكثريش. وكملي قلي القدره تاعك مليح مليح. هانيك بعد ما قليت القدر تاعي ومرقته بالماء السخون، دوك هنا زيدي الدجاج تاعك. انا في الكيفيه هذه ما نقليش الدجاج. وزيدي بطاطا لا كونتيتي اللي تحبي ديريها. خلطيهم وخليهم يطيبوا، ما كاش ما اسهل من هذا الجواز. وهنا دوقي الملح تاعك باش ما يطيبلكش من الصوص. الجواز كي يطيب من الصوص دائما يجي صامط، كي يطيب قد قد كي تكوني موزنت له الملح يطيبلك هايل. انا دوك نخليه يطيب ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله، نوريه لكم في طبق التقديم. هاوليك طاجين الجلبانه تاعنا بالخضر راهو طاب، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. خليته طاب مليح على نار قليله، ومريقه تاعو اختارت، والبنه ما شاء الله تانيك. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم، واذا عجبتكم جربوها العائله تاعكم ما تندموش عليها. كاين ناس بزاف اللي يحبوا طواجن كيما هادو ويحبوا المرقات يغمسوا فيها. ان
شاء الله تعجبكم. الى عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناه، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاقارب تاعكم، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.